دي على الجزيرة القطرية تمتلك 20% من مجموعة الخطوط البريطانية. تاني كده، القطرية خطوط الجو القطرية بتمتلك 20% من مجموعة الخطوط البريطانية البريتش ايروايز. ده كم؟ ده تقييم ال 20% 2,496 مليون دولار، يعني حوالي نص مليار دولار. 20% من مجموعة الخطوط البريطانية بتمتلكها الخطوط القطرية بنص مليار. ده مين الكلام ده؟ الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من الجزيرة اهي، واهي فوق اهي، اهي اللوجو والجزيرة اهي، ده الاخبار بتاعتها اهو. ده في 1/8/2016. طبعا هم، انا بس معلش، انا ليه جبتها في الاخر؟ معلش نربط هذا الكلام بالكلام اللي انا قلته في موضوع الخطوط الجوية البريطانية. انا ما بقولش، انا بس بعرض وبسأل وبتساءل، هل هناك علاقة بين امتلاك الخطوط القطرية 20% من الخطوط البريطانية بما يعادل قيمة الأسهم 500 مليون دولار؟ هل هناك علاقة بين هذه الملكية وهذه التدخلات وبين القرارات التي تصدر بين الحين والآخر؟ الله أعلم، ورسوله وأولي العلم. دمتم في أمان الله، غدا نلتقي.